دقيقه دقيقه شوف استنى استنى يصور من ما كنت اتصالات من عند فريق اولمبي شلف كنت شغل كانوا دي نيغوساسيون سامبل ما كانش كاين صعوبات ولا عراقيل ولا الحمد لله واحد تكل على ربي سني في ان غران كلوب دابا ولا تكره شلف هي معروفه سي فري من داك الظروف ما تخليهاش تلعب على لي بريمير رول مي ما ينقصش ما شغل ما من الهيبه تاع الفريق واش نقول لك انا اختاريت هذا الفريق عن قناعه ان شاء الله نقدم اداء مقبول ان شاء الله نكون في حسن ظن الجميع ان شاء الله ما نخيبش الثقه اللي داروها في الاداره ولا المناصرين ان شاء الله نلعبوا ثاني لي بريمير رول بوركوا با باسكو ديجا تفرجت فيهم لو ماتش تاع بارادو ما يخفالكش ولا ان بون جروب ميم كاين دي جوار اكسبيريمونتي مع دي جان جوار الله يبارك عجبوني ان شاء الله نزيد نخدم باش نقدم الاضافه المرجوه ونكون عند حسن ظن الجميع ان شاء الله يا ربي. واش نقول لك انصار تاع جمعيه شلفه معروفين بحب الفريق تاعهم. ان شاء الله الثقه هذه اللي داروها فيا وان شاء الله ما نخيبهمش. ان شاء الله ثاني يوقفوا معنا ويوقفوا مع هذا الفريق تاعهم. وان شاء الله نحققوا الاهم حتى نهايه البطوله ان شاء الله يا ربي. اليوم بداوا اللاعبين المنتدبين الجدد التدريبات تاعهم معنا، اقصد سويباع، زناسني وحدوش. الانتدابات هذو كانوا على حساب الاحتياجات تاع الفريق في المناصب تاعهم. ان شاء الله بربي يكون يعطونا الاضافه المطلوبه في الفريق، استادير احنا عندنا دي بوست مخصصين، عندنا احتياجات في بعض المناصب. ان شاء الله هما هذا الفراغ اللي راح حصل اللي كان في مرحله الذهاب كان حصل الفريق تاعنا، ان شاء الله هما يملؤوا هذا الفراغ ان شاء الله بربي. اليوم بداوا التدريبات هنا في حصه في قاعه تقويه العضلات، داروا ان تيستين بودي باش نعرفوا النقائص تاع اللاعبين هذو، وابريك مع المحضر البدني عبد العالي داروا حصه تاع تقويه العضلات، اون بليس عندنا حصه مسائيه على ثلاثه نحاولوا معهم استدراك النقص البدني اللي راه شويه ظاهر عندهم، استدراك هذا النقص البدني لاسترجاعهم واستخدامهم في المقابلات الرسميه في اقرب الاجل ان شاء الله. بري الماتش تاع بارادو وين كان الاداء تاع اللاعبين ايجابي الى ابعد الحدود، كان حضور بدني بعد مرحله التوقف، كان حضور بدني حاضر استادير ايجابي، فرص عديده. ظنيت المقابله تاع بارادو خانتنا الفعاليه، لو كان سجلنا بعض الفرص اللي خلقناها كان يروح شكل يكون شكل اخر تاع مقابله تاع بارادو. معليش درنا تعادل، الاداء راهو هنا. الشيء اللي حفزنا انه نكونوا اكثر ايجابيين بالنسبه للمقابلات القادمه، انطلاقا من مقابله التنقل تاعنا الى اولمبي الانديه. ان شاء الله في مقابله تاع الانديه نحاولوا نجسدوا الفرص اللي نخلقوها ونكونوا اكثر فعاليه ونحافظوا على الاداء المليح اللي اديناه في المقابله تاع بارادو. ان شاء الله بربي نرجعوا بنتيجه ايجابيه ان شاء الله.